الشحانيه الفائزين حتى هذه اللحظات. السلامات تبقى هنا في الشحانيه، ان لم يكن لبينونه كلام اخر. القادمه من الغربي، ولكن حدث مشاهدينا الاعزاء. يا سلام يا سلام، قامت راس وبتنهي هذا الشوط راس. حدث حدث حدث، ولكن الخوف قادم، الخطوره قادمه يا راعي. حدث وصلت هنا مياسه، حمد بن حمود الكتبي، ولكن حدث ومياسه، حدث ومياسه، حدث حدث، مياسه ترفع رايه التهديد اللحظات الاخيره. حدث حدث، اذا الشوط شوط حدث، المركز الاول مع حدث. سلامي عليك يا ابو سعيد، سلامي عليك يا معجب بن سعيد الخيارين، وايضا مشكور السويحات. سلام إماراتي سلام، بهذه الفترة الصباحية انطلقت الزعفرانة، سيطرت الزعفرانة، تزعمت هذا الشوط. تهانينا مشاهدنا الكرام، ألف مبروك، ما شاء الله تبارك الرحمن، انطلقت في هذه اللحظات. مشكور يا الحميمي على هذا الانطلاق التي تقدمه الزعفرانة باللحظات الأخيرة. تهانينا الحمدان بن محمد بن خليفة الحميمي على فوز الزعفرانة في المركز الأول وحصولها على هذا الشوط. تهانينا وألف مبروك، تهانينا والناموس. المركز الثاني الشحانية، ولكن ملوح ملوح يا راعي شطانة، ملوح 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 ملوح، يا سلام الله. هذا هو التجاوز مشاهدين الكرام، والمرور والتسلل مع ملوح مشاهدين الكرام. ملوح حمد بن مطر بن عميره الشامسي يتسلل أيها الإخوة وينتزع هذا الناموس وهذه المقدمة مع ملوح ومع شعاره المميز. هذه ملوح، تهانينا من هذه اللحظات لحمد بن مطر بن عميره الشامسي على فوز ملوح وتحقيقها بهذا الناموس. المركز الثاني وصلت شطانة علي بن راشد بن علي العلي المعضيد. المركز الثالث يا سلام، تضيف النقطة الثانية في هذه اللحظة، تعلن 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 بعد أن أعلنت زعفرانة في فوزها في صباح هذا اليوم، تعلن هذه اللحظة لحظة ربشة. حمدان بن محمد بن خليفة الحميمي، تهانينا تهانينا من هذه اللحظة، أزفها لمالكي لمالكي ربشة حمدان بن محمد بن خليفة الحميمي على هذا الفوز المتميز وعلى هذا التقديم المميز أيضا اللي تقدمه ربشة. تهانينا والناموس لمالكي ربشة على هذا الفوز. المركز الثاني بلش محمد بن سعيد بن بنانا. المركز هجهن بديرة الخير من عصرين سلم من زفره العفاري في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام، المركز الثاني يا سلام، قدوم المركز الثاني في هذه اللحظات والزعفرانة للسيد سعيد بن محمد بالحب العامري هال العين. لكن ابو زايد راح هذا الإعصار الغربي محمد بن زايد بن خلفان المنصوري في هذه اللحظات، وهذا الناموس لا يستغرب على هذا الشعار وعلى هؤلاء المدمرين. العمالقة ذهبت هملولة مع الذهب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة سلامنا إلى الغربية. تهانينا لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري على هذا الناموس في هذا اليوم المميز. درب ونجاح، حوار ما بين فطاحلة المضمرين، ولكن يوسلوك وصلت تبوك مع المركز الثالث. محمد بن سعيد بن منانة مع شعاره وشعار التواصل مع المرتبات الثالثة، نجاح للمركز الأول. ثالث مراكز درب تبوك تصل مع المركز الثالث، 200 متر عن الناموس، 200 متر عن التتويج. علي بن راشد علي المعاضيد شعار يتواجد مع الصدارة، هنالك شعار ناصر مسعود الشافي مع المركز الثاني، ولكن المعاضيد برفقة نجاح من نجحت بهذا الشوط. نهني مالك نجاح علي بن راشد علي المعاضيد المركز الثاني. كانوا تبغى من تبوك الهجهن بديرة الخير من عصرين مرد
المركز الثاني. مشاهدين الأعزاء متابعينا الكرام، المركز الثالث يتواجد أيضا شعار بالزفنة، وصل شعار بالزفنة في هذه اللحظات على ثالث المراكز، ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى الحوار الثنائي. الله الله الله، جاوز جم جاوز، جاوز جم جاوز، الله الله، غيرت في الميتين متر النهاية شاهينية. سيبن محمد سعيد العفاري أو بدبي العفاري، سلام سلام إلى الأشقاء بدولة الإمارات العربية المتحدة على هذا الفوز، على هذا الانتصار. بينما القادمة هنا، القادمة الشاهينية نايت بن فلت بالزفن العامري على ثاني المراكز، ولكن تهانينا لبدبي على هذا الفوز. المركز الثاني وصلت الشاهينية نايت بن فلت بالزفن العامري، المركز الثالث. عبيد بن محسن بن راشد المري، من يتابع من يتابع انطلاقة بشاير، يا سلام، ارقصت في اللحظات، في اللحظات الأخيرة باعدت المسافة، ما شاء الله تبارك الله على الأداء الجميل. تهانينا الأشقاء بالمملكة العربية السعودية على فوز بشاير بالمركز الأول، وها هي تندفع في اللحظات الأخيرة، ولكن نشوة نشوة قادمة، نشوة قادمة. يا سلام يا سلام يا سلام، عبد الله بن غصاب بن مصبح راعي الطيره العامري يفاجئ الجميع. سلام يا الامارات، سلام، اسعد الله صباحكم يا اهل العين مع الاداء الجميل. وصل بتحدياته وبتحديات شعاره، ولكن المنافسة الله، ثلاثية ثلاثية على المقدمة، ثلاثية على الصدارة، ثلاثية على تحديات العمالقة، تحديات الكبار، الأمتار الأخيرة، الأمتار الذهبية، ثلاث مراكز في مركز واحد، ولكن الامتياز، الامتياز لشعار، لشعار شامس بن عتيق، شامس بن عتيق الذي يتواجد كذلك مع جبارة، جبارة 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 والشاهينية، جبارة والشاهينية، الشاهينية وجبارة، جبارة والشاهينية، جبارة والشاهينية، الشاهينية، الشاهينية، جبارة، 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 ولكن جبارة. تهانينا وألف مبروك لشامس. هناك الرغامة غيرت وانفردت عن جميع المراكز، ولكن هملولة هملولة مع ثاني المراكز. هناك راشد بن علي بن خليفة الرميثي يتواصل في هذه المنافسة، هملولة وزرغامة، زرغامة وهملولة بالانطلاق الأخير، بالتحدي الأخير، بالميتين متر الأخيرة الذي تغتبنا عن ناموس هذا الشوط. هناك زرغامة هي الأقرب لناموس هذا الشوط، ولكن هملولة أيضا ما زال متواصلة بهذه المنافسة. ولكن من وصل في هذه اللحظة، هملولة عبيد بن سلطان بن عبيد بن رشيد، وفاجينا باللحظات الأخيرة، ولكن تهانينا وألف في مبروك لراشد بن طالب شهيم المري على فوز درغامة بناموس هذا الشوط. مع هذا الأداء الجميل والمقدمة هناك مع ديمة، ديمة على المركز الأول، يا السلام يا ديمة، ديمة من تقدم هذا العرض الممتاز، ولكن بالضبيعة هناك مع المركز الثاني، بالضبيعة مع حلوة محمد بن عبيد بالضبيعة الكتبي، ولكن هنا بالرشيد، بالرشيد تسلل، ولما أيضا هنا مع الشاهينية بالرشيد اللي على المركز الثاني، ولكن هناك المنافسة ديمة، ديمة 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 ديمة، وهنا محمد بن سلطان بالرشيد من الجانب الأيسر، ولكن هناك ديمة، ديمة ما طاعت تسلم. يا سلام يا ديمة، يا سلام يا ديمة، ديمة على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط. سعيد بن عبيد بن سالمين المنصوري، تهانينا والناموس المركز الثاني لأحمد بن سلطان الرشيد المركز الثالث. المركز الأول بدعت بهذا الشوط، سيطرت سيطرت كاملة وسيطرة، فعال روح يا بن راشد يا الجهدي، وانت عندك هذا المال الطيب مع عبيان بمقدمة الشوط. المركز الثاني الشاهينية للسيد فهد بن محمد بن فاضل غادم بقوة مع الشاهينية، ولكن خلاص نعود، نعود مع ضيفنا الكريم من السعودية اللي سيطر اللي بدع مع عبيان بيان، قفلت على الشوط، سيطرت على ميدان التحدي، لحظات الوصول معلنة الفوز والناموس الثاني. مشاهدينا الكرام، الهجن ديرة الخير من عصرين،
مع المقدمة، مع هنا محمد بن عبيد بن بعيران المري الذي يسيطر 300 متر ما تفصل، ولكن ظن الغسيل، الغسيل وظن، ظن والغسيل وكذلك المجهولة تصل إلى الجانب الأيمن اللحظات الأخيرة، ظن 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 قادمة، ظن شعار محمد بن ناصر بن حمود الشافي يصل، ولكن ظن ظن والمجهولة، المجهولة وظن اللحظات الأخيرة، اللحظات الحاسمة، ظن مع الصدارة، ظن مع الناموس، ظن المجهولة، المجهولة ظن ظن ولا المجهولة، ولكن ظن قادمة مع الأربع مئة متر جبارة ناجي بن محمد بن ناصر بن بخيتة المري، وهنا القدوم من براغة، براغة لسيد السلطان بن محمد بن علي الدرعي، السلام والوصول هنا، وصول آخر من زعفرانة، زعفرانة خليفة بن محمد بن زهرة الخيل، يا سلام اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة جبارة، جبارة وزعفرانة، جبارة وزعفرانة، ولكن هنا زعفرانة، زعفرانة من تسعة الصدارة تهانينا الخليفة بن محمد بن زهرة الخيل على هذا الفوز الجميل، المركز الثاني جبارة ناجي بن محمد بن ناصر الخيل، المركز يا سلام العطية مع غارة، غارة مع العطية، وبن بعيران قادم، بن بعيران قادم، يا سلام جبارة محمد بن عبيد بن بعيران مع المركز الثاني، ولكن لحظات الفوز ولحظات الناموس ولحظات المقدمة مع غارة، جاسم بن عبد الله العطية يعلن فوزه بهذا الشوط، يعلن ثقة الكبار وانطلاق الكبار، يا سلام الشهواني قادم، الشهواني قادم على المركز الثالث، بن شريب، بن شريب على المركز الرابع، ولكن العطية مع مقدمة الشوط مع الناموس، غارة جاسم بن عبد الله العطية، تهانينا والناموس، وهني مضمرها سالم بن اسعيد المخمري على هذا الفوز، المركز الثاني خالص العامري في هذه اللحظات مع مياسة، يا سلام المركز الثاني، يا الله يا المركز الثالث في هذه اللحظات، هنا مختار السيد أحمد بن خزع العامري في هذه اللحظات من الجانب الآخر في هذه اللحظات، يا سلام يا سلام اللحظات الأخيرة، مياسة والشاهنية، وهنا مختارة، مختارة قادمة، مختارة قادمة، ولكن مياسة، مياسة سلطان بن محمد بن سعيد بن خالص العامري ذهب، ذهب إلى الناموس وخلص الشوط في هذه اللحظات بشعاره الممتاز، تهانينا والناموس، المركز الثاني مشاهدي الكرام مختارة للسيد أحمد بن خزع. العفاري والخطورة بشعار العفاري من وصل مع المركز الثاني، ولكن أعود التحليق التام ما بين ما بين شعار العفاري وبصليق بن صديق والعفاري، ولكن العفاري انطلق ودفع بالشانية محمد بن سعيد بن متعب، العفاري مع المركز الأول ومع الصدارة، ولكن ما زالت بالشهيد، ما زالت بالصراع وبالقوة تنطلق مع المركز الثاني، سعيد بن جرر بن بريك بن صديق المري الشانية، وأيضا هنالك الشانية، الشانية وبالشهيد، الشانية وبالشهيد، اللحظات الأخيرة، ولكن بالصنيع انطلق شعاره إلى خط النهاية وحقق المركز الأول تحت بكاس مالك بن تيم سعيد. المركز الأول الأربعمائة متر النهاية، بقول جولة الأوامر، حرك حرك وروح، وصلت شامة بجاد بن حمد ألف هيد المري على المركز الثاني، ولكن عادت مرة أخرى صوغة، عادت صوغة لسهيل بن رملي بن محمد العامري، ورا الاسم القادم، القادمة في يد اللحظات والمنطلقة حبل عبد الله بن صالح، راح الطير العامري، ولكن خلاص متعبة على الصدارة، متعبة على المركز الأول، متعبة أيضا تهدي هذا السلام، سلام من الله عليكم واسعد الله صباحكم يا أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، يا أبناء العين دار الزين ومنطقة الفوعة وأهالي غشابة، تهانينا والناموس، المركز الثاني وصلت هناك مشاهدي الأعزاء. يا
سلام يا سلام، القادم عامر بن عبيد المري على المركز الثاني، ولكن هناك راد درعية طالب بن صالح بن عقيد. من يحسم الأمور؟ من يحسم الأمور في اللحظات الأخيرة؟ الله 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 على التحرك الأخير، على المقدمة والبداية في هذا الشوط والاندفاع الجميل. دمعة 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 ويعبر، دمعة ويعبر اللحظات الأخيرة مع هذا الانطلاق. دمعة دمعة دمعة، شوف التحرك الأخير، يا سلام يا سلام، غيرت بدلت المركز في هذه اللحظات. الدرعية سلام بن عقيل، سلام تهانينا والناموس لطالب بن صالح بن عقيل على فوز الدرعية في المركز. محمد بن علي البريصي المري وشعله لسيد محمد بن جعفر بن مرخان لقتبي وطارن طارن الهنتين على المقدمة على الصدارة بين وضحة وشعلة، وضحة وشعلة، ولكن وضحة وضحة على المقدمة، وضحة على الصدارة على المركز الأول، وضحة وشعلة قادمة، وضحة وشعلة، يا سلام الله، وضحة لسيد عبد العزيز بن حمد بن علي البريصي المري على الصدارة على المقدمة على المركز الأول هنا، وعادت شعلة واللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة تهانينا لعبد العزيز بن حمد بن علي البريصي المري على فوزه، وضحى بالمركز الأول، المركز الثاني شعلة سيد محمد بن